السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم معي من جديد. بحب أرحب فيكم من وين ما كنتوا بتتابعوني. معانا اليوم وصفة حلوة وزاكية، رح نعمل ستيك اللي هو نوعية الريب آي ستيك. طبعا الستيك فيه كذا نوع، احنا اليوم رح نعمل الريب آي اللي هو بكون مع العظم. هون عندي الستيك، طبعا عندي ثومة، روزماري، بهارات، زيت وزبدة. طبعا الستيك ما بياخذ كثير وقت في الطبيخ، فرح أبلش أعمل بالأطباق الجانبية. هون أنا كشرت بطاطا ورح أسلكها، رح أعمل بطاطا مهروسة، وكمان بنحطها على الغاز لتنسلك. وبنفس الوقت كمان عندي بروكلي اللي هو الزهر الأخضر، رح أعمل صينية بروكلي مع جبنة الشيدر طبعا بالفرن. بنغسل البروكلي وبنحطه بالطنجرة على الغاز برضو ينسلك. وبهاي الأثناء كمان رح نعمل سلطة الكول سلو. طبعا الكول سلو كتير طيبة جنب الستيك واللحوم المشوية. فعندي نوعين ملفوف، عندي ربع ملفوفة حمراء وربع ملفوفة خضراء. وطبعا رح استخدم الجزرتين كمان. ما تنسوا تدعمونا بشير، لايك، سبسكرايب، شاركوا الفيديو وفعلوا الجرس واتبسوا على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو. لو سمحتوا ما تبخلوا علينا باللايكات. هون أنا بعد ما برشت الجزر والملفوف ضفت معلقتين سكر كبار، بضيف كمان معلقتين لبن، وضفت كمان معلقة خل. الخل ما بيعطيها، ما بيخلي المايونيز له زنخة. وبضيف هون تقريبا 3 معالق كبار من المايونيز. طبعا بنحرك كل المكونات مع بعض وهيك بتكون جاهزة. طبعا الكول سلو كثير طيبة، يعني ان نحطها بالثلاجة قبل ما نقدمها بساعتين او 3. فهيك كانت عندي جاهزة، هلا بدخلها الثلاجة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هون انا رح احضر اعمل الصوص اللي هو حليب مع جبنة على للبروكلي. بجيب هون زيت، تقريبا 2 معلقة كبار من الزيت، ورح أضيف عليهم الزبدة. ضروري نضيف الزيت مع الزبدة، علشان الزبدة إذا ضفناها لحالها بتنحرك. وهون كمان رح أضيف تقريبا 3 معالق طحين، يعني تقريبا نفس طريقة البشاميل بس بنضيف عليها جبنة. بنحرك الطحين مع الزبدة. ضفت هون تقريبا 1/4 معلقة ثوم بودرة، وبضيف كمان عليهم ملح. وطبعا بنخلط الطحين مع الزبدة وباقي المكونات لحد ما ينعم الطحين ونشم له ريحة. رح نضيف عليه الحليب والجبنة. طبعا هلا بنضيف عليه الحليب، تقريبا ضفت 3 كاسات ونص حليب. يعني أنا متعودة فبقدر تقدير، يعني إيدي ماخذة على التقدير، بس هو تقريبا كان المقدار 3 كاسات حليب ونص. طبعا بمجرد ما يفطر يعني الحليب يبلش يسخن، اكيد بنستمر بالتحريك. بمجرد ما يسخن بنضيف الجبنة على الحليب علشان تسيح ويصير عندنا قوام شوية هيك ثقيل. يعني طبعا لازم نستمر بالتحريك علشان ما ينشعط الحليب او الجبنة ما ينشعطه. هيك بيكون عنا تقريبا يعني الصوص تاع البروكلي جاهز. طبعا يعني انا بحب اضيف لها كمان 2 معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هون حطيت شوية يعني اقل من 1/4 المعلقة الصغيرة رشة كركم، بيعطيها لون صفار ولون ذهبي حلو. وهيك صارت عنا جاهزة. فطبعا هون بعد ما نسلك البروكلي اللي هي الزهرة الخضراء، بنصفيها بالمصفاة وبنديرها بالبايركس اللي راح ندخله الفرن. هاي الطريقة يعني الصبايا والشباب كتير بحبوها.
طيبة كثير على جنب المشاوي، مثلا الدجاج المشوي على جنب الستيك يعني. وهيك طبعا بنضيف الصلصة على البروكلي، وطبعا بنغطيها بالقصدير وبتكون جاهزة إننا ندخلها الفرن. بس يعني بندخلها الفرن اللي من تحت ومن فوق، اللي يعني تسخن البروكلي والجبنة ويطعموا مع بعض، وبمجرد ما نشوف الوجه يتحمر شوية من فوق خلاص بنطلعها من الفرن، بتكون عنا جاهزة. طبعا ضفت كمان شوية جبنة شيدر على الوجه تعطيها لون حلو. وهون أنا كمان كنت ناكل كاستين رز، بدي أعملهم مع بازيلا وجزر. طبعا حميت تقريبا 3 معالق كبار من زيت الكلي، وضفت عليهم تقريبا نص كوب من البازيلا والجزر، وكمان للي بحب الماجي طبعا ضفت مكعب ماجي، وضفنا الرز. فبنحرك جميع المكونات مع بعض. طبعا رح نملح، بضيف تقريبا 1 معلقة ملح، وبضيف شوية كركم لأني بدي اليوم الرز لونه أصفر. بالنسبة للرز الأصفر يعني ما تضيفوا كثير كركم، بس إشي بسيط لأنه إذا كان لونه أصفر داكن ما بيكون حلو. وهيك طبعا خلص بنخلي الرز يستوي على راحته. وهيك بعد ما الرز كان يعني مكرب على الاستواء ما شاء الله، كان مفلفل كل حبة بحبتها وكان كثير طيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني اليوم الأطباق الجانبية بمعية اللون الأصفر، عنا البطاطا المهروسة والبروكلي مع تشيز مع تشيدر تشيز والرز، طبعا هدول مخدين اللون الأصفر. هون عنا الستيك زي ما انتو شايفين، كنت مقطعة تقريبا يعني 4 سنون ثوم متوسط الحجم. عندي روزماري كنت أنا منشفيته وشوية بهارات وزيت. هون بنجيب المكلة، طبعا المكلة هذا احنا بس بنستخدمه للستيك، بنحميه بنحط شوية زيت بالمكلة. وزي ما انتو شايفين زوجي هو اللي بيطبخ الستيك عنا بالبيت، فهو شاطر كثير بطبخ الستيك فدايما هو بنعتمد عليه. فاليوم الستيك يعني من تحت ايدين زوجي ابو احمد، الله يخلي لنا اياه يا رب. هون طبعا بعد ما حمي الزيت ضفنا الستيك على المكلة. هون عندي بهارات اللي هو عبارة عن أعشاب مع ثومة، كثير طيبة هاي للستيك وللحوم. عندي شوية بابريكا وملح وفلفل أسود، هدول هم البهارات اللي بنضيفهم على الستيك ولا إشي تاني. عندي كمان روزماري كنت أنا عامليته منشفيته كثير طيب. هون بعد ما سخن الزيت وضفنا الستيك فبنضيف الثومة على بالمكلة على الزيت، وطبعا بنرش كمان بنحط الروزماري برضو لأني بدي طعم الزيت ياخذ من طعم الثومة والروزماري علشان يطعم على الستيك. طبعا بهاي المرحلة هلا بنضيف الزبدة طبعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. يعني احنا عملنا الستيك على مرحلتين، مرحلة أخذت مننا 4 دقائق على كل جهة. هاي كانت well done اللي هي كانت مستوية، لأن أنا وأمي وبنتي بنحبها يكون مستوي. أما زوجي وأولادي التانيين فبحبوا الستيك يكون على وسط، يعني مستوي وسط. فرح نورجيكم كيف بيكون. يعني فاللي كان كامل الاستواء أخذ على كل جهة 4 دقائق، وبعدين دخلناه الفرن على بس على الرف الفوكاني يمكن أبو دقيقتين. والستيك اللي كان ميديوم طبعا أخذ 2 دقيقة على كل جهة، وطبعا برضو دخلناه الفرن لمدة كمان 2 دقيقة. فهيك ما شاء الله، يعني هيك زي ما انتو شايفين بنشرب الستيك من الزيت والزبدة لأنه علشان ياخد كل طعم الروزماري والثومة. فعن جد ما شاء الله كان الستيك كثير طيب. طبعا انتو فيكم تستخدموا الستيك الموجود عندكم، وطريقة مدة الاستواء حسب نوع الستيك وحسب الحجم.
هون هذول الستيك اللي عملناهم ميديوم ويل اللي هو تاع وسط. طبعا هون انا البطاطا انسلكت، لما قرب الستيك يعني خلص انه يستوي، بلشت اجهز في المش بوتيتو اللي هو البطاطا المهروسه، بضيف عليها زبده، بضيف عليها حليب ورشه فلفل اسود ورشه ملح. طبعا بنهرسهم بالهراسه الكهربائيه، اذا الهراسه الكهربائيه مش متوفره عندكم تهرسوهم بالشوكه او باي اشي يعني متواجد عندكم. طبعا الستيك برضو بنحاول ان نستويه على الجوانب بهاي الطريقه. شوفوا ما احلى لونه، كان متحمر ومستوي منيح يعني على حسب الطلب. طبعا هون بعد ما ستوينا الستيك، طبعا بنخلي الزيت بضيف عليهم نص بصلة مقطعة ناعم كثير، ثلاث حبات ثومة مهروسة وثلاث حبات فطر كنت مقطعته ناعم كثير، فبنشوحهم شوية مع الزيت، وكمان بضيف عليهم معلقة صغيرة معلقة يعني من الطحين، وبنحركهم مع بعض بهاي الطريقة مثل ما انتو شايفين. وراح نضيف عليهم هلا كريمة الطبخ. إذا الكريمة مش متوفرة مش موجودة عندكم عادي يعني فيكم تضيفوا حليب فبيمشي يعني نفس الشي، وهيك بتكون عنا الكريمة كثير يعني خلص بتكون جاهزة. شوفوا ما شاء الله عن جد كانت كثير طيبة هاي الكريمة، لازم تجربوها. هاي لما الكريمة بتعلق على المعلقة بنكون نعرف انه خلص انها كانت جاهزة. طبعا هلا الستيك عنا كان جاهز والأطباق الجانبية جاهزة، وهلا موعد التقديم. شوفوا ما شاء الله كثير كان طيب الستيك، يعني أنا زوجي وولادي بحبوا كثير كثير الستيك، صح لهم ياكلوا ستيك كل يوم ما بيوفروا. طبعا هاي صينية البروكلي مع جبنة التشيدر كانت جاهزة، وهلا بدنا نحاول نسكب كل الأطباق الجانبية. طبعا ما شاء الله الروائح، ريحة الستيك والصوص اللي عملناه من ورا الستيك كثير كان يعني طيب. ان شاء الله انها تكون الوصفة عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنسوا تكبسوا على زر الاعجاب، ولا يا جماعة ما تبخلوا علينا باللايكات ومن تعليقاتكم الحلوة، وان شاء الله بنشوفكم في الفيديوهات الجديدة. وللمشتركين الجدد لو سمحتوا تفعلوا الجرس علشان تصلكم كل فيديوهاتي. طبعا هون الكول سلو كانت كثير طيبة، وسكبنا الماش بوتيتو اللي هي البطاطا المهروسة، وطبعا كمان رح نسكب الرز. ما عملت صوص للماش بوتيتو لانه الصوص اللي عملته للستيك فينا كمان نضيف منه على الماش بوتيتو وعلى البطاطا المهروسة بيطلع كثير طيب. هنا الرز ما شاء الله كان مفلفل كل حبة بحبتها، شوفوا ما احلى لونه. وهيك كان عشانا، هاي كانت سفرتنا لليوم، وشكرا لكم ولمتابعتكم. هلا كمان شوية رح أورجيكم الميديوم ويل اللي هو الستيك المطبوخ على الوسط والستيك المطبوخ كامل الاستواء. شوفوا ما أحلى الألوان وما أحلى السفرة، ما شاء الله بتشهي. طبعا هون رح أورجيكم هاي الستيكة، أنا بحبه يعني كامل الاستواء، بحبه هيك سبحان خلص، أنا بحب اللحمة تكون مستوية. طبعا بنحاول نقطعها بالسكينة، وهيك هيك بتكون يعني لونها ما فيها لون الدم الأحمر، بتكون كامل الاستواء للي بحبه هيك. لما بنطبخ الستيك على يعني وسط فهو بكون أطرى شوية، هيك بكون شوية يعني مش طري مثل ما يكون على الوسط، بس أنا هيك بحبه. والباقي كله عملناه يعني على الوسط، طبخناه على ميديوم ويل.
كثير ما شاء الله كان طيب. الصوص هذا لازم تجربوه، كثير كثير كان طيب. وهيك لما طبخناه على ميديوم ويل اللي هو الوسط. شكرا لكم وباي باي.